أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التي تربط مملكة البحرين وبروناي دار السلام علاقات متنامية لها آفاق مستقبلية واعدة نحو مزيد من التطور والنماء. وأشار سموه إلى أهمية الاجتماع الرسمي الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، وأهميتها على صعيد الدفع بمسارات التعاون الثنائي نحو آفاق أوسع. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظ الله صاحب الجلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام بمناسبة زيارته لمملكة البحرين بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث رحب سمو بسلطان بروناي دار السلام مشيرا سمو إلى ما تعكسه زيارة صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام من عمق العلاقات بين البلدين والممتدة في تاريخهما، مؤكدا سمو أهمية تنمية الشراكة الاستراتيجية الثنائية والاستفادة من مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام إلى مملكة البحرين للمضي قدما بالعلاقات الثنائية ومواصلة العمل على تعزيز الفرص الواعدة واستثمارها بما يعود بالنفع والخير على البلدين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدبة عشاء تكريما لصاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام والوفد المرافق. من جانبه عرب صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام عن شكره وتقديره لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من حرص واهتماما على تطوير أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها نحو مزيد من التعاون، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنمو.